مرحبا بالجميع. في فيديو اليوم سنتعمق في موضوع شيق، الجمال بدون أجهزة. هل هذا هو المستقبل؟ مع ازدهار صناعة تكنولوجيا التجميل، نشهد طفرة في الأدوات المتطورة مثل أقنعة LED وأجهزة التيار الدقيق وحتى ليزر لايما عالي الطاقة. لكن ماذا لو أخبرتكم أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو تحقيق الأهداف الجمالية دون هذه الأدوات التقنية العالية؟ دعونا نستكشف هذا الأمر معاً. أولاً، سوق أجهزة التجميل ضخم ويتوسع باستمرار. نتحدث عن قيمة سوقية متوقعة تبلغ حوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا رقم هائل. لكن إليكم المفاجأة، هناك تحول متزامن نحو تبسيط روتين الجمال مع التركيز على التقنيات التي لا تعتمد على الأجهزة. لماذا تسألون؟ لأن البساطة أحياناً تحقق نتائج رائعة. خذوا العلاج بالضوء الأحمر كمثال. نعم، الأجهزة شائعة وتعمل بشكل جيد، لكن هل تعلمون أنه يمكنكم تحقيق فوائد مماثلة بأساليب أبسط وبدون أجهزة؟ أشياء مثل التعرض لأشعة الشمس بوعي، واستخدام مكونات طبيعية حساسة للضوء في منتجات العناية بالبشرة، يمكن أن تحاكي هذه التأثيرات. الآن بخصوص ليزر ليما، الذي يزعم أنه يحدث ثورة في تجديد شباب البشرة. إنه قوي ويدعمه المشاهير، ونعم، إنه مغري، لكن لا يرغب الجميع في إنفاق الآلاف أو حتى المئات على مثل هذه الأجهزة، ناهيك عن الالتزام اليومي الذي تتطلبه. إذن، ما هي البدائل؟ حسناً، الأمر كله يتعلق بالعودة إلى الأساسيات. يلعب الترطيب الكافي والتغذية المتوازنة والنوم السليم أدواراً حاسمة في الحفاظ على صحة البشرة. قد يبدو الأمر بسيطاً للغاية، لكن في بعض الأحيان لا تأتي أفضل الحلول موصولة بكابل USB. في الختام، بينما توفر الأجهزة عالية التقنية نتائج سريعة وملحوظة، قد يشهد مستقبل الجمال مزيجاً من الأساليب التكنولوجية والتقليلية والطبيعية. الأمر يتعلق بالخيارات، وامتلاك حرية اختيار كيفية العناية ببشرتنا هو ربما التقدم الأجمل على الإطلاق. شكراً لمتابعتكم. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيداً، فأعطوه إعجاباً، ولا تنسوا الاشتراك للحصول على المزيد من الأفكار حول تلاقي التكنولوجيا مع الحياة اليومية.